بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل شرح المحاضرة الرابعة من محاضرات مادة الـ Power System Analysis، واللي ما زلنا نتكلم فيها عن الـ Load Flow Analysis. تكلمنا في الجزء الأول عن مفهوم الـ Load Flow وأهمية دراسات الـ Load Flow في العديد من الحسابات مثل الـ Protection والـ Operation والـ Planning وغيرها من الحسابات. وشفنا في الجزء الثاني أنواع الـ Buses في الـ Power System وكيف إن كل نوع من الـ Buses عنده 2 Parameters معلومة وتو بارامترز مجهولة، وعرفنا أنه لا يمكن أن نوجد الباور فلوز خلال اللاينز إلا بإيجاد البس فولتجز، ولا يمكن إيجاد البس فولتجز إلا بصياغة مسألة اللود فلو رياضيا، واللي بتكون موضوعنا في هذا الجزء اللي هو Mathematical Formulation of Load Flow Problem. بيكون التركيز فقط على صياغة البروبلم بما يلائم طريقة حلها باستخدام الجاوس سايدل ميثود. طبعا هناك طرق أخرى أهمها نيوتن رابسون والفاست ديكابلت، وكل طريقة لها صياغة مختلفة وما راح نتكلم عنها في هذه الدروس. فالهدف الأساسي عندنا هو معرفة كيف بيكون شكل الإكويجنز اللي بنستخدمها لإيجاد الفولتج ماجنتيود والأنجل على اللود بسز والرياكتيف باور والفولتج أنجل على البي في بسز. احنا نعرف مثل ما ذكرنا سابقا ان اللود بسز عندها البي والكيو معلومة والفولتج ماجنتيود والانجل مجهولة، اما البي في بسز البي والفولتج ماجنتيود معلومة والكيو والفولتج انجل مجهولة. فاذا نحتاج البارامترز المعلومة لصياغة اكويجنز للبارامترز المجهولة عند كل بس، يعني الهدف بيكون عند كل لود بس نبغى نوصل لصياغة equation أو expression للفولتج، وعند كل PV بس نبغى expression للQ و expression للV. فنحتاج نعرف شكل هذه 3 equations واللي تعتبر الخطوة الأولى للبداية في حسابات load flow studies باستخدام Gauss Seidel method. طيب بنستخدم السيستم اللي استخدمناه سابقا لاستنتاج شكل البص admittance matrix واللي تكلمنا عنها بالتفصيل في محاضرة 3B اللي هي formation of Y bus. يعني باختصار اننا عملنا injection الكرنت عند كل بص وشفنا علاقة هذا الكرنت مع البص voltages والline impedances، ووصلنا في الجزء 3B لهذه الequations وبعدين كتبناها على شكل matrix وشفنا كيف كان شكل الفورميشن للواي بس. هنا بنستخدم نفس الإكويجنز بالضبط لكن بيكون عندنا بعض الاختلافات. فبدلا من أننا نستخدم الماتريكس لتمثيل هذه الإكويجنز بنعوض هنا عن قيمة الكرنت إنجكشن بقيمة الباور إنجكشن، يعني ما راح يكون عندنا كرنت أبدا، تعامل بيكون مع باور وفولتجز. فإذا نبغى الآن نستنتج الفولتج إكويجن كيف بيكون شكلها. طيب بالنسبة للبص الأول احنا نعرف ان الـ Injected Power او Scheduled Power عند بس 1 هي S1 Scheduled يساوي V1 مضروب في الـ I1 Conjugate، فإذا الـ I1 Conjugate يساوي S1 Scheduled على V1، يعني الـ I1 يساوي S1 Scheduled Conjugate على V1 Conjugate. طيب الـ S1 Scheduled تساوي V1 scheduled plus jq1 scheduled. طيب والconjugate لهذا المقدار بيساوي p1 scheduled minus jq1 scheduled. فاذا بنعوض عن قيمة الcurrent injection عند bus number 1 اللي هو i1 بهذا المقدار، i1 يساوي p1 scheduled minus jq1 scheduled على v1 conjugate، وبتكون بهذا الشكل. هذا هو نفس المقدار اللي كان في الرايت هاند سايد، وهذا الـ I1 يساوي هذا المقدار مثل ما استنتجنا من هذه الحسابات. طيب ايش الاوبجكتيف عندنا هنا؟ We will solve for V1 بما اننا عند بس نمبر 1، فاذا هذا المقدار ينتقل للطرف الثاني وياخذ اشارة البلس، يكون بهذا الشكل. الخطوة الاخيرة الكوفيشنت اللي مع V1 ينتقل للطرف الثاني ويكون في المقام، فهذه الإكويجن النهائية للـ V1. طبعا نقطة مهمة هنا أن الـ P1 scheduled تساوي P1 generation minus P1 load، ونفس الكلام للـ Q1 scheduled تساوي Q1 generation minus Q1 load. فإذا هذه هي معادلة الفولتج عند بس نمبر 1
طبعا الفولتج هنا يشمل الماجنتيود والانجل. وبنفس الطريقة بنستنتج معادلة للـ V2 عند الباس نمبر 2، وبنفس الطريقة بالضبط بنستنتج معادلة للـ V3 عند الباس نمبر 3. فإذا عندنا هذه 3 equations هنا عند باس نمبر 1، وهنا عند باس نمبر 2، وهنا عند باس نمبر 3. نلاحظ من هذه الـ equations أن عندنا نمط واضح للمعادلات، ويمكن تعميمه على شكل قانون عام ويكون applicable على أي load أو PV bus. يعني بكل بساطة وبدون الدخول في تفاصيل السيجما والرموز للبص نمبر كي أو بص نمبر جي إلى آخره من هذه الرموز، نقدر نقول أن الفولتج عند أي بص، مثلا بص نمبر 1، يساوي في المقام يكون جميع الأدميتنسز الموصلة على بص نمبر 1، وهذا المقدار يكون نفس المقدار اللي في المقام لكن مضروب في الفولتج. يعني عندنا هنا Y بص نمبر 1 بص نمبر 2 مضروب في V2، Y بص نمبر 1 إلى بس نمبر 3 مضروب في V3. طبعا هذا الجراوند Y1013 مضروب في V0 اللي هو 0. طيب وعندنا هنا الS scheduled conjugate أو P1 scheduled minus JQ1 scheduled، وهذه تكون given. وهنا عندنا نفس البس فولتج لكن بكونجيجيت، وبنفس الطريقة للبس نمبر 2 والبس نمبر 3. يعني مثلا بس نمبر 2 في المقام هنا جميع الادميتنسز الموصل على البس نمبر 2، وهنا Y21 مضروب في V1، Y23 مضروب في V3. ونفس الكلام هنا للـ V3، هنا في المقام جميع الادميتنسز الموصلة على بس نمبر 3، وهنا Y31 في V1، Y32 في V2، وهنا Scheduled Power Conjugate، وهنا الـ V3 Conjugate. طيب في ملاحظة مهمة نشوفها هنا، وهي أن قيم الادميتنسز هنا هي Small Y، واللي هي قيمة الادميتنسز في السينجل لاين دايجرام وليست في الواي بس اللي هي كابتل واي. طبعا بعض الكتب تستخدم قيم الواي بس ماتريكس في هذه الاكويجنز. التغيير اللي بيصير هنا انه هنا اوكي دايركت بنكتب Y33، وعندنا هنا Y31 قيمتها ماينس Y31 في البس ادميتنس ماتريكس، والY32 هي ماينس Y32 في الواي بس ماتريكس. يعني هذه اللي مثلا يبغى يستخدم الـ Y bus matrix ويأخذ قيمها ويعوض بها في هذه الـ equations. طبعا أنا أفضل هنا أن نستخدم القيم مباشرة من الـ single line diagram. طيب المعادلات هذه فيها مشكلة، وهي كيف أنا أبغى أوجد قيمة الـ V3 من هنا وهي أصلا موجودة هنا. يعني كأننا مثلا نقول أن الـ Y يساوي X square plus 2X plus Y plus مثلا X over 3. يعني لو كنا مثلا نعرف قيمة الواي ما احتجنا أصلا لمعادلات وحسابات، فمن غير المنطقي أني أبغى أوجد قيمة الواي وهي موجودة هنا. النقطة الثانية هي أنه إحنا قلنا أن الفولتج على اللود بسز دائما تكون مجهولة، فكيف نوجد مثلا قيمة الـ V3 وأصلا عندنا هنا V2 في الإكويجن وهو لود بس، وإحنا نعرف أن قيمة الـ V2 تكون مجهولة؟ طيب الحل إننا نستخدم الـ iterations أو ما يسمى بالتكرار أو الإعادات. يعني في البداية بنفرض قيم لكل القيم المجهولة ونبدأ في المحاولات، وهذه بنستخدم فيها طريقة الجاوس-سايدل وبنشوفها بالتفصيل في الإكزامبل في الجزء القادم. فإذا الخلاصة إننا في النهاية نقدر نكتب الـ equation العامة للفولتج بهذا الشكل. فإذا لإيجاد قيمة الفولتج عند أي لود بس نستخدم هذه الـ equation، بتعطينا في النهاية قيمة الفولتج ماجنيتيود والأنجل. بالنسبة للسلاك بس الفولتج والأنجل دائما تكون جيفن، فما نحتاج أصلا نستخدم هذه الإكويجن. أما في البي في بس أوكي نقدر نستخدم هذه الإكويجن لإيجاد قيمة الفولتج أنجل فقط، لأن قيمة الفولتج ماجنيتيود تكون أصلا جيفن. طبعا لازم في البداية نوجد قيمة الكيو، وبرضو نستخدم نفس الإكويجن ولكن بصياغة مختلفة وبتكون بهذا الشكل. يعني الآن هنا we will solve for Q، فبنضرب طرفين في وسطين، هذا المقدار يضرب في الواحد وهذا المقدار يضرب في هذا المقدار وبتكون بهذا الشكل. الآن هذا المقدار ينتقل للطرف الثاني بالماينس، والخطوة الأخيرة هذا المقدار يضرب في كامل هذا المقدار، وبالتالي بنوصل لمعادلة بهذا الشكل. ومن الواضح أن هذا المقدار بعد الحسابات بيكون مكون من real part و imaginary part. طيب ال real part هو ال P، لكن we ignore this P لأن ال P أصلا given عندنا في ال PV bus.
أما الإيماجينري بارت فهو قيمة الكيو اللي نبغى نوجدها. فإذا بيكون هذا هو شكل الإكويجن. فبما أن عندنا هنا قيمة الكيو بالماينس، فإذا قيمة الكيو تأخذ ماينس الإيماجينري بارت لهذا المقدار. طبعا مع إعادة الترتيب للإيتريشن نمبر اللي هو K، لأننا هنا بنعمل إيتريشنز للكيو وليس للV، وبتكون هذه هي الصورة النهائية والإكويجن العامة لإيجاد قيمة الكيو عند APV بس. فإذا الخلاصة، عند اللود بس عندنا الP والكيو given، وبكل بساطة نستخدم هذه الإكويجن فقط لإيجاد قيمة الفولتج ماجنيتيود والأنجل. أما عند الـ PV bus نستخدم two equations، أولا نستخدم هذه الإكويجن لإيجاد قيمة الQ، وبعدها نستخدم معادلة الفولتج. فمثل ما قلنا لابد من استخدام طريقة من طرق النيوميريكال تكنيكس بحيث نستخدم الـ iterations اللي هي التكرار أو الإعادات. يعني بتكون الإكويجنز بهذا الشكل، وبنفرض قيمة ابتدائية أو initial estimate لأي قيمة مجهولة، ونبدأ في المحاولات وعمل الـ iterations وبنشوفها بالتفصيل في الأمثلة. فهذا هو اللود بس، وهنا عندنا الـ PV بس. نحتاج one equation لأي لود بس، ونحتاج two equations لأي PV بس. يعني بعيدا عن السيجما والJ والK واللي تكون بعض الأحيان confusing، نقدر نفهم التصور العام أو الشكل الرئيسي لهذه الإكويجنز، وبتوضح معنا في الإكزامبلز اللي بناخدها في الجزئين القادمة بإذن الله. الجزء القادم بإذن الله بناخذ مثال على سيستم مكون من سلاك بس وتو لود بسس بدون أي بي في بس، والجزء الأخير بناخذ مثال على سيستم مكون من سلاك بس ولود بس وبي في بس.